حقيقة في نفسي وفي حلقي خاصة، وهذا الموضوع كبير وليس صغير، وهو قتل السوري للسوري. كل ما نقول إنه الأمور هديت، صار في انسجام، صار السوري يفهم السوري، انتفاجأ بأن السوري لحظة إنه صار يقتل السوري. طبعاً قتل السوري للسوري هذه وراء محرضين، وراء ناس تعجج نار الفتنة. حتى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فاحنا بين الحين والحين نشوف انه في ناس جعلت تأجج نار الفتنة، وجعلت تشتغل على الفتنة، وجعلت تعزف على أوتار الطائفية. مع كل أسف سمعنا بمنطقة الرمشلي ومنطقة شمال شرق سوريا ومنطقة سوريا الشرقية أنه صار اعتداء على حاجز الأمن الداخلي، وتم إطلاق نار من قوات الدفاع الوطني باتجاه الأمن الداخلي لقوات سوريا الديمقراطية، وكأنه العناصر الموجودين بقوة الأمن الداخلي ليس بسوريين وليس لهم حق على هذه الأرض. نحن الآن ندعو إلى حوار وإلى تسريع العملية السياسية بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الدولة السورية. جميعنا سوريين، نحن نؤيد بالمطلق باسمي واسم جميع الشيوخ العشائر في شمال الشرق السوري، نحن نؤيد قوات سوريا الديمقراطية قلبا وغالبا. هي من حررتنا من الإرهاب، هي من حررت الأرض من جميع الإرهابيين على جميع مصنفاتهم.